حسنا أيها النبات، ابقى هنا قليلا وسآتيك بالماء أيضا. من أين أتى شريط الشمع؟ ها؟ لا تنظري إلي، أحاول إزالة شعر ساقي بالشمع، إنه موجع جدا. يبدو أن ذلك يؤلمك. أجل، إنه يؤلمني كثيرا. أهلا، أعرف ما قد يساعدك. يا نبات الألوفيرا، سأخذ ورقة. سأخذ قطعة صغيرة أو اثنتين، ينبغي أن تكفي هذا. حسناً، كل ما تحتاج إليه هو ورقة الألوفيرا. مهلاً، ماذا؟ اعتصرها قليلاً، ستفهم ما أقصده. اعتصرها؟ يا للروعة، انظري إلى كل الهلام. هل علي وضعه على جلدي الملتهب فحسب؟ أجل، أدهنه فحسب، سيساعدك ليشعرك بتحسن. رأيت، ها أنت ذا، عادت ساقك طبيعية رغم أنها ما زالت مشرعة. مهلاً، أحتاج إلى مساعدتك بشأن هذا أيضاً، سيؤلمني جداً. يا إلهي، حسناً. لهنا، عجباً، تفقد هذا السوار. ماذا؟ تقصدين هذا السوار القديم؟ إنه ثقيل جداً بسبب كل الألماس. لطيف، سأزيح شعري للخلف. هل تعجبك يا قراطي؟ عجباً، إنها رائعة، أشعر بالغيرة. حسناً، انظري إلى هذا، مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ هذا ما في الأمر، لدي ابتسامة بمليون دولار. لا أصدق هذا، وجدتها. هذا سيوري لونا، حلي في شعري. كيف ذلك يا لونا؟ بحقك، ماذا؟ لم يكن من المفترض حدوث هذا. أو لا، لقد سقطت، هذا محرج جدا. شاهدي هذا. ما هذا؟ تضعين الجواهر في شعرك بسهولة، هذا بسيط للغاية. إنها بألوان مختلفة أيضا. واو، هذا رائع. أعلم، صحيح، أحب هذه التصفيفة، لكن شعري ممل للغاية. واو، الضوء ساطع هنا، لا أرى شيئا. عيناي، هذا أفضل. ما أجمل قضاء الوقت مع الصديقة، ويبدو أن قصص اليوم مثيرة. يبدو أن أحمر شفاهك قد انمسح، هل أحضرت أحمر الشفاه معك؟ أوبس، لا تقلقي، فلدي لون مناسب لك. كلا كلا، لدي شيء أفضل. أترين؟ أحضري ملعقة وأحمر شفاه، هديري أحمر الشفاه وقصي قطعة منه فوق الملعقة، ثم سخني قاع الملعقة. احضري علبة صغيرة هكذا، واسكبي أحمر الشفاه المذاب، ثم أضيفي بعض الفازلين. هذه الكمية تكفي، يجب أن يبدو بهذا الشكل بعد خلطه. وانتهيت. احضري الآن حافظة الهاتف، ضعي بعض الغراء الساخن في المنتصف، ثم ألصقي العلبة عليه، وأصبح مكياجك محمولاً الآن. يمكنك تعديل أحمر الشفاه بكل سهولة، أليست فكرة عبقرية؟ وهذا اللون مثالي كملمع شفاه. يجب أن تستعد الفتاة دائما حتى عند الخروج مع صديقاتها. نم 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 نم، مذاقك رائع يا سيد بطيخة. أنا متعبة، مرحبا يا أخي الصغير. مرحبا، أنا ألعب. و ماذا؟ لماذا تصرخ في وجهي؟ كلا كلا كلا، انظروا إلى وجهي، هذا مريع. مراتي، تبدين كوحش، خذي ذلك. انظري إلى ما فعلته، لا أصدق ذلك. معذرة، لقد أخفتني، سأهرب. حقا؟ لا أصدق أنه ترك الفوضى لأنظفها. ليس هذا ما أردت قضاء صباحي في فعله. مهلا قليلا، هذا ألوفيرا، يمكنه بالتأكيد المساعدة في حل مشكلة بشرتي. أنزع قشرة ورقة الألوفيرا، ثم أستخرج الجزء الداخلي اللزج، سأضعه في الخلاط. حان الوقت لخفقه، انظروا كيف أصبح مخفوقاً ولزجاً. الآن أصبح مزبداً أيضاً. حسناً، هذه مدة كافية، والآن سأسكبه في وعاء. أحضرت هذا القناع وسأضعه في الخليط.
يحتاج إلى تقليده سريعاً فحسب، والآن أصبح جيداً. ها نحن دا، أصبح القناع جاهزاً للاستخدام. دعوني أضعه على وجهي الآن. هذا جميل، لا ينبغي أن يستغرق وقتاً طويلاً ليعمل. مرحباً، هل ما زلت وحشاً؟ يا إلهي، إنه سخيف جداً وغريب أطوار، لكن مهلاً، بشرتي ناعمة كبشرة الأطفال الآن. سأضعه على وجهي الآن. سأهرب. عجباً، انظروا إلى تصفيفات الشعر هذا، أحببتها. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لكن ماذا؟ لنجرب شيئاً جديداً. أحتاج إلى المقص، ها أنا ذا. كوني شجاعة، إنه مجرد شعر. كلا، لم أكن لأفعل هذا لو كنت مكانك. ثقي بي، تعلمت هذا بطريقة صعبة. أعطيني المقص. كان ذلك وشيكاً، لن أحظى بتصفيفة شعر جديدة أبداً. أم ربما سأفعل؟ أظن أن لدي فكرة. سأستخدم رباط الشعر هذا لربط شعري، ثم سأسحبه للمقدمة، ثم سأضفر بقية شعري. سيبدو هذا رائعاً. كدت أنتهي، ها قد انتهيت من المؤخرة. والآن سأفصل شعري من الأعلى وسأضع الضفيرة وسأسحبها كلها. والآن الغرة. سأستخدم آلة كي الشعر لإصلاح مظهرها. القليل من الحرارة ستعدلها تماماً، ثم سأفصلهم. تبدو رائعة، ينبغي أن أكون في مجلة. ماذا فعلت بشعرك؟ لا أفهم، ما زال المقص معي. أنا مصففة شعر بارعة فحسب. أوه، ماذا سأرتدي؟ كنت أنتهي. أبدو بمظهر لائق، أليس كذلك؟ أوه هيا، أوه انتهيت تقريباً. هيا بنا. ما بال هذا الشيء؟ نسيت المفتاح، لا يمكنني الخروج بدونه، لكن ستتصف الأرضية. هذا مقزز للغاية، لن أفعل هذا. مقزز حقاً، ربما علي خلع الحذاء، أو ربما علي خلع حذاء واحد وسأكبد. ستأتي معي. أوه، لنخرج من هنا. نجحت. مهلاً هاتفي، لا يمكنني المغادرة بدونه. أنا أخرج من المنزل في الوقت المحدد. هيا أني، يجب أن تري هذا، أليس مضحكاً؟ أوه أني، انظري إلى هذا الملصق، يمكنني قهوتي بعد. أخيراً يمكنني البقاء بمفردي. ربما تسرعت. قط يقود دراجة؟ هذا حمام. اهدئي، وداعاً. هيا أني، انظري لهذا. حسناً، كلي أذان طاغية. هذا مضحك، صحيح؟ هو هيا، إنه مضحك. هو ليتها صعدت إلى الطائرة. ها؟ أعمل أنها مستعدة للخروج. كان موعدنا هذه الليلة، لكن الفوضى تعم المكان. لا يمكن أن يرى آدم منزلي بهذا الشكل. سأنظف المكان بسرعة. تنتهي؟ وهكذا تخلصت من الغبار. ماذا تفعل؟ أوبس، لحسن حظي أن شعري جميل اليوم. أنا قادمة. أهلاً آدم، تفضل. كنت جالسة في انتظارك. ما رأيك أن أشرب العصير ونتحدث؟ حسناً، يجب أن أذهب الآن. حسناً، شكراً على مجيئك، أراك لاحقاً. مكان جميل. كان هذا صعباً. سأعود إلى الأريكة. لقد عدت، لنبدأ. أشعر بالارتياح. أشعر بالارتياح. أين هي؟ أوه، إنها تتحدث إلى آدم. أنا قادمة. مرحبا يا رفاق. أوه، رباط حذائك مكوك. أوه شكرا، لم ألاحظ ذلك.
ملان أغراضي كلها. هذا مضحك. أو تبان، مستحيل، ليت هذا لم يحدث. هذا مؤسف، لم يحدث شيئا خطيرا. يا لك من لئيم، سأساعدك، لا تقلقي. شكرا لك. هيا بنا، لقد سئمت منه. مهلا، كنا نتحدث. يا للأسف. ليس سيئاً، ليس سيئاً أبداً. كان علي ارتداء بنطال مطاطي. أوه إنها إيفا. هاني، مرحباً. بنطالي. أوه، سررت برؤيتك. مرحباً. يا إلهي، لدي الكثير لأخبرك به. من أين أبدأ؟ بطني منتفخة. تباً. أو لحظة، مرحباً، ليس الآن، لا يهم. على أي حال، تعرف إلى متى سأبقى هنا؟ مدى؟ حالاً؟ أنا آسفة، علي الذهاب الآن. الحمد لله. كنت أعلم أنني سأجدك هنا. ومرة أخرى، لهذا المكان تاريخ رائع. أخبرني به. لا أشعر أني بخير. حسناً. يجب أن أذهب، أراك لاحقاً. هل أنا بمفردي؟ أجل. الحمد لله. هل أي من هذه المواقف مألوف لك؟ ماذا تفعل عادة عند مواجهة تحديات من هذا النوع؟ لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا كي لا يفوتك أي جديد. سأفحص هاتفي. هاتفي يرن. يا لوسامته، إنه فارس أحلامي. طبعاً يمكنك استعارته. هل تقصدين فستان سارة الأسود؟ تركت حقيبة مكياجها هناك. إنها فرصتي. يجب أن أهرب. ها هو. يا إلهي، يجب أن أفعل شيئاً. أين هو؟ ها هو، سيمنحني مظهراً رائعاً. هذا جيد، أبدو مثالية الآن. سأسدل شعري وأهزه قليلاً. يا، التصق بشفتي. لا أعرف، ربما ينقصني شيء. هل يجب أن أستخدم هذه البودرة؟ أجل، أظن ذلك. القليل فقط، إنها خفيفة. سأوزعها بلطف على شفتي. وانتهيت، سأعيدها للحقيبة. إنها فرصتي. واو، شفتاك. أجل، حانت اللحظة. أنتما توقفا، سرقت مكياجي، عودي هنا. البنات مخيفات أحياناً. لا شيء يضاهي قضاء يوم صيفي بجوار المسبح. كنت أنسى وضع هذا الشيء. القليل فقط، وسأتفوق على الشمس في اللمعان. هل توجد فتاة لا تحب لبشرتها أن تلمع؟ يا سلام، لا أذهب لأي مكان بدون هذا المنتج. كان الإمساك بها صعبا. واو، انظر لهذا الجمال.
تستحق مقاطعة المباراة. لو سمحت، أنت تحجب الشمس عني. واو، لا عجب أنك توقفت عن اللعب. مرحبا، هناك فتاة جميلة أخرى هنا. حقا؟ هل أنا غير مرئية؟ لماذا لا يتحدث إلي أحد؟ سأريك السر هنا. أولا ستحتاجين زيت أصفر وملمع برونزر. أقصد القليل من البرونزر بودي آيس كريم وأضيفيه لعلبة الزيت. هل ترينه يغوص في الزيت؟ بعد ذلك أحضري بعض بريق الجلاتر وأسكبيه في العبوة مباشرة. هذا هو اللمعان المطلوب. أعيد الغطاء واحكمي إغلاق العبوة ثم رجيها جيدا. ألا يبدو رائعا؟ افرك القليل منه على جلدك وستصبحين لامعة وبراقة. شكرا على مشاركته معي. لقد بلغ قرورتك بالماء يلي. من هذه الفتاة؟ أنت أجمل فتاة رأيتها في حياتي. نعم، تعمل هذه الحيلة كالسحر. الحفلة لقد علقت. بدأت الأجواء في اتخاذ مظهر احتفالي هنا. أوه، لن يكون احتفالا من دون بالونات، أليس كذلك؟ ماذا تفعلين؟ أو أظافري لم تجف، ألا ترين؟ توقيت ممتاز حقا. أنت، إنني أستخدم ذلك. آمل أن تكوني سعيدة. وقد فسد مظهر أظافري تماما. أو هذا سيء جدا. إنه جيد في الواقع. أو حسنا تقريبا. أو إنها مريعة. سأقصها جميعا فحسب. سأبدأ. لن يؤذيك هذا. أجل، كدت أنتهي. أنهي الأمر فحسب. هذا مرهق بالتأكيد. إنها تبدو مذهلة. يا للروعة، لدي فكرة. أترين هذا البالون؟ استخدمي طباء الأظافر لرسم عدة خطوط ثم اغمسي فيها حافة الظفر. استمري في فعل الأمر نفسه مع بقية أظافرك. رائع، وحين ينتهي ذلك يحين وقت طبقة الطلاء النهائية. تأملوا هذه الخطوط المستوية. انتهيت، أترون؟ يا للروعة، على شيء يشبه قليلا من العمل الجماعي. إنها مذهلة. أو الضيوف، اذهبي للاختباء. أو يا للهؤلاء، أبدو في حالة فوضوية. حاول شطيرة النقانق مع الكاتشب. هذه الكمية تكفيني. سأخذ الكاتشب، شكرا. ها، سأضع الكثير منه. أوه، هذا مقزز. أين كنت؟ إنها جاهزة، تعالي إلى فمي. ما هذا؟ بلوزتي. لماذا فعلت هذا بي؟ كان مجرد حادث. سأحاول إصلاحها. كلا، لا تبكي. لا أعرف. أها، وجدتها. حسنا، لنحاول. أترين كيف يتسرب الحبر في الماء؟ سأضع غطاء البخاخ على العبوة. ستخضع هذه البلوزة إلى عملية تحويل شاملة. سألفها بشوكة بهذا الشكل ثم سأكومها بيدي. سأربطها الآن بربطات مطاطية وأرشها بالماء الملون. سأستخدم عدة ألوان لأمنحها لمسة فريدة. سأرش كل جزء بلون مختلف. أوشكت على الانتهاء. تأملي تحفتك الفنية، إنها أفضل من السابق. واختفت بقعة الكاتشب. أنا أحبك يا صديقتي. أنا سعيدة بهذه النتيجة. يلا من حفلة رائعة. إنه لطيف جداً.
مرحبا، يعجبني رقصك. يا إلهي، حقا ما الذي تتميز به عني؟ ربما علي أن أحرك شعري أكثر. يا لك من رقصة بارعة. لما لا ينجح هذا؟ هذا غير عادل. إنه ليس خطأي أن شعري ليس طويلا ومنسدلا. هل أنت بخير؟ من خطبة. أتمنى لولي شعر مثل شعرك. هذا الأمر كله في التصفيفة. دعيني أساعدك. سنبدأ بفك رباط الشعر وسنرفع الشعر قليلا. سنصنع ذيل حصان هنا، ثم سنرفع الجانبين، وسنستخدم ربطة شعر أخرى لنجمعهما فوق ذيل الحصان الأساسي. والآن سنثبته في مكانه. هذا مظهر يليق بك جدا. ما رأيك؟ مستحيل، هذا شعري. شكرا لك، أنت رائعة. هيا لنرقص. لقد عدت. عجبا، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. حركي ذلك الشعر يا فتاة. أيها الفتاتين، كونا حذرتين. أحب الرسم، إنه نشاط هادئ ورائع. سأستخدم تاليان اللون الوردي الخفيف، إنه جميل جدا. يبدو أنني أتلقى رسالة. سأرى. حفلة قوس قزح؟ مستحيل، هذا رائع. حسناً، علي العثور على شيء مناسب لأرتديه. أوبس، فرشاة الألوان. حسناً يا خزانتي، ماذا لديك من أجلي؟ هذا ليس جيداً، ليس هناك ألوان جيدة إطلاقاً. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ أحتاج إلى قوس قزح. مهلاً، ألواني، إنها زاهية للغاية. أراهن أن بإمكاني فعل شيء بها، أنا عبقرية. حسناً، حان الوقت لتحويلي إلى قوس قزح. سأحتاج إلى بعض الطلاء وفرش التلوين، والآن سأضيف هذه الألوان على عيني. حان الوقت لتبديل الألوان والرسم تحت العين الآن. يبدو هذا رائعاً، لكنها حفلة قوس قزح. أحتاج إلى المزيد من الألوان. أحتاج إلى هذه الفرشاة الكبيرة لهذا الجزء. ها نحن ذا، على شفتي. حسناً، الخطوة التالية هي الماسكارا الخضراء. علي التأكد من التصاق اللون برموشي. أوه حسناً، أحتاج إلى لون للحاجبين البرتقالي. يمكنني منحهما شكلاً أيضاً. مظهري يكتمل. ها نحن ذا، انتهيت. والآن القليل فحسب. يا إلهي، هذا النمش الأزرق الجميل لطيف للغاية. ليتني حظيت به دوماً. حسناً، وها قد انتهيت أخيراً من مكياج قوس قزح. ماذا؟ ما هذا؟ انظروا إلى هذه الأضواء، إنها حفلة قوس القزح وهي رائعة. مكياجك رائع، هل نفذت فيه بنفسك؟ إنه ممتع للغاية، اختيار رائع لحفلة قوس قزح. إنه فصل الصيف، وهذا يعني وجوب حلق شعر الإبطين. أحتاج لقضاء حاجتي. انتبهي لطريقك بيتي. أين حاجبك؟ هل حلقته بالخطأ؟ لقد كان مجرد حدث. ضعي شفرة الحلاقة جانباً يا بيتي. أتوسل إليك. توقفي. ماذا؟ ألا ترين وجهي القبيح؟ دعيني أفكر لحظة. لهذه الملعقة الانحناء المثالي، يمكنني تشكيل حاجب بها. سأتبع الخطأ الآن، ثم سأملأ الحاجب. لقد نجحت. لا أحد سيعرف أن الحاجب مرسوم. انظري بنفسك. دعيني أرى، كأنك عبقرية في حيل المكياج يا لالي. يا إلهي، كان ذلك وشيكا. أنطق هذه الكلمة. حسنا، ركزي الآن. تشعر يدي بالتعب. مسني؟ هيا. ها؟ ماذا؟ هذا تعذيب. سأرتاح لثوان فقط. من أنا أرى المصابيح؟ لحظة، هل حل الصباح؟ نعم، لقد غرقت في النوم. من تلك الساحرة في انعكاس الشاشة؟ لا يمكن الذهاب للمدرسة بهذا الوجه. السهر مضر فعلا. ما هذه رائحة ذكية؟ يوجد شيء هنا وأحتاجه حالا. أجل. أهلا، هذه قهوتي. هل سهرت طوال الليل مرة أخرى؟ إنه ثمن الحصول على امتياز.
أحضر قهوتي بنفسي. مرطبان وعسل طازج؟ ربما يوجد أمل في حل مشكلتي. أولاً ستحتاجين لمزيد المكونات في وعاء. خذي ملعقة كبيرة من البن والقليل من العسل. العسل يناقض من الملعقة على البن، ثم أضيفي بعض الماء. يجب أن تمتزج المكونات معاً. أحضري مسحة قطنية وقصيها إلى نصفين، ثم ضع القطعتين بعناية في الوعاء. يجب أن تمتص الخليط على الفور، ثم ضعيهما تحت عينيك المتفختين. الكافيين ممتاز لتخفيف انتفاخ العيون، وانتظري الآن. الجمال يتطلب الكثير من العمل. ثم قلت لها: لالي، سأتصل بك لاحقاً. لالي، لقد غفوت على المنضدة مجدداً. ماذا؟ عيناك، أيا كان ما فعلت، له مفعول السحر. نعم، القهوة أفضل شيء في العالم. يجب أن أنهي هذا الواجب قبل الفسحة. واو، تبدو أني مذهلة اليوم. واو آني، شعرك المموج مذهل. شكراً، لقد أردت تجربة تسريحة جديدة. أوه، شعر آني مميز. هذه التسريحة مناسبة لك تماماً يا آني. أوه، توقف، أنت تعاكسني الآن. شعري ناعم وممل كالعادة. لحظة، أظن أن القلم قد يساعد على تغيير مظهري. سألف شعري حول القلم وأنتظر قليلاً. أظن أن هذه الطريقة لم تنجح. شعري ميؤوس منه. أوه، من الأفضل أن أعود للدراسة. حسناً، سأبدأ بتدوين الملاحظات. تباً، قلمي لا يعمل. سأنفخ عليه حتى يعود للعمل. المعذرة، هل لديك قلم يمكنني استعارته؟ المعذرة، هذا الوحيد معي. إيفا، هل يمكنني استعارة قلمك؟ تبدين حزينة. أنا حزينة لأن شعري ممل. هذا سبب حزنك؟ يمكنني مساعدتك. انظري، خذي خصلة من شعرك. سأستخدم إصبعين للف الخصلة حولهما، ثم سأسحب الطرف من الحلقة هكذا. بعد ذلك سأسحبه للأسفل حتى تثبت الخصلة. أوه، تبدو الطريقة سهلة. لا أستطيع الانتظار لرؤية الخصلة المموجة. توقفي، لا تفكيها بعد. يجب أن تنتظري لدقيقة واحدة على الأقل. حاضر، سأعد الثواني. حسناً، يمكنك فكها الآن. واو، لا أصدق أن الطريقة نجحت. يمكنني الحصول الآن على شعر مجعد ومميز. يبدو الشعر المجعد رائعاً عليك. شكراً يا آني، الفضل يعود لك. العفو يا صديقتي. حان الآن وقت العودة للمغازلة. لحظة، أين ذهب؟ أوه، لابد أنك تمزح معي. لقد توقعت ذلك. لم تكن ستحصل على هذا الشعر بدوني. كيف أنطق هذه الكلمة؟ حسناً، ركزي الآن. تشعر يدي بالتعب. ما اسمي؟ هيا. ها؟ ماذا؟ هذا تعذيب. سأرتاح لثوانٍ فقط. من أنار المصابيح؟ لحظة، هل حل الصباح؟ نعم، لقد غرقت في النوم. من تلك الساحرة في انعكاس الشاشة؟ لا يمكنني الذهاب للمدرسة بهذا الوجه. السهر مضر فعلا. ما هذه الرائحة الزكية؟ يوجد شيء هنا وأحتاجه حالا. أجل، أهلا، هذه قهوتي. هل سهرت طوال الليل مرة أخرى؟ إنه ثمن الحصول على امتياز. سأحضر قهوتي بنفسي. مرطبان وعسل طازج؟
ربما يوجد أمل في حل مشكلتي. أولاً ستحتاجين لمزيد المكونات في وعاء. خذي ملعقة كبيرة من البن والقليل من العسل. العسل يناقض من الملعقة على البن، ثم أضيفي بعض الماء. يجب أن تمتزج المكونات معاً. أحضري مسحة قطنية وقصيها إلى نصفين، ثم ضع القطعتين بعناية في الوعاء. يجب أن تمتص الخليط على الفور، ثم ضعيهما تحت عينيك المتفختين. الكافيين ممتاز لتخفيف انتفاخ العيون، وانتظري الآن. الجمال يتطلب الكثير من العمل. ثم قلت لها: لالي، سأتصل بك لاحقا. لالي، لقد غفوت على المنضدة مجددا. ماذا؟ عيناك، أيا كان ما فعلت له مفعول السحر. نعم، القهوة أفضل شيء في العالم. هي القليل وسيصبح وشمك جاهزا. أوه، هذا المكان مخيف. ربما كانت فكرة سيئة. اهدئي، إنه مجرد وشم. أشعر بالخوف. حسناً، انتهيت. أوه، تبدو رائعة. يمكنني فعلها، أنا شجاعة. ما الوشم الذي تريدينه؟ ثانية واحدة. هل يمكنني الحصول على هذا الشكل؟ آسفة، لا. لا، لكن لماذا؟ يجب أن يكون عمرك 21 سنة. آسفة، لم أضع هذا القانون. حسناً، سأنصرف الآن. هذه فكرة جيدة. حسناً، من التالي؟ هذا ظلم. ضعت وقتي في الانتظار وساح كل مكياجي الآن. إنه أسوأ يوم في حياتي. لم تعاملني بلطف حتى. لا أتذكر شراء هذا الجليتر. فعلاً؟ أظن أنه سيساعدني. أحتاج لقص الرسم، سأضعه على ذراعي الآن. حان وقت الغراء. سأوزعه بالفرشاة. انتهيت، حان دور الجليتر. يجب أن أغطيه بالكامل. سأربط على الجليتر حتى يثبت على الغراء. هكذا، والآن وقت النتيجة. إنه رائع، سأنفخ الجليتر الزائد. واو، النتيجة مذهلة. يجب أن ألتقط صوراً له. سأنشرها على إنستغرام. يا ويلي، أمي قادمة. يجب أن أتخلص منه. أوف، إنه لا يزول. بنتي العزيزة، هل ساعدتني في التنظيف؟ طبعاً، أحبك يا أمي. نفذت بجلدي. أنا وقت العودة إلى الشعر الأملس. من أين جاءت هذه الخطط المموجة؟ انظري إلى كل هذه التموجات الغبية. هيا، أريدك ملساء. هل يعمل هذا الشيء أصلاً؟ ربما ليس ساخنا بما يكفي. يجب أن ألمسه. ماذا؟ إنه بارد. لا عجب أن شعري ظل كما هو. ألهمتني نبتة الألوفيرا بفكرة. سأحتاج إلى ورقة ألوفيرا واحدة فقط. سأقص طرفها، ثم سأقصها بحذر إلى نصفين بالطول. يجب أن أقصها بحذر حتى لا أجرح يدي. حسناً، وصلت للطرف. سأفصل النصفين عن بعضهما. أحضر
أحتاج السكين للخطوة التالية. سأعمل شقوقا على طول الورقة، لكن يجب ألا أقص الورقة بالكامل. انتهيت، القطعتان جاهزتان للاستخدام. حسناً، سأستخدم هاتين القطعتين مثل مكواة الشعر. سأمررهما للأسفل حتى أطراف شعري. يا للروعة، انظري إلى جلي الألوفيرا، إنه فعال لعلاج الحروق أيضاً. سأقلب شعري. لا أصدق أني أذيت رأسي. حسناً، سأحاول مرة أخرى. سأقلب شعري. بعد أن جف الجل أصبح شعري أملساً. اغربي عن وجهي مكواة الشعر المعطلة، لم أعد أحتاجك. أنا والألوفيرا قمنا بعمل رائع. أين هي؟ يا إلهي، تمزقت إسفنجة المكياج. لن أضعها على وجهي، أبعديها عني. لماذا لا تجربين المارشميلو؟ يبدو مثلها. سأجربه مع كريم الأساس، ليس سيئاً، ويدمج المكياج على بشرتي. يا لها من فكرة ذكية، لكن لا تأكلي بالخطأ. هو براين شاب ظريف، يريد الخروج في موعد الغداء؟ نعم. صوفيا، ماذا؟ سأخرج في موعد مع براين. نعم، هذا صحيح. كلا، ألا تصدقينني؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ يلا الهول، بثرة كبيرة. أسفة يا فتاة، لا تزالين جميلة، لا تقلقي. أتمنى لو أستطيع مساعدتك. ربما أستطيع مساعدتك. جربي استخدام فص ثوم. هذا؟ ضعيه على البثرة مباشرة، ستخفف عصارته الالتهاب، وفي الصباح ستختفي البثرة. كانت نومة رائعة، أظن أنها اختفت. صوفيا، لقد اختفت الحبة. واو، يا لها من حيلة بسيطة. من الأفضل أن تستعدي، يمكنك شكري لاحقا. ليس سيئاً، ليس سيئاً أبداً. كان علي ارتداء بنطال مطاطي. إنها إيفا. هاني، مرحباً. بنطالي. سررت برؤيتك. مرحباً. يا إلهي، لدي الكثير لأخبرك به. من أين أبدأ؟ بطني منتفخة. تباً. لحظة، مرحباً، ليس الآن، لا يهم. على أي حال، أعرف إلى متى سأبقى هنا. مدى؟ حالاً؟ أنا آسفة، علي الذهاب الآن. الحمد لله. كنت أعلم أنني سأجدك هنا. ومرة أخرى. لهذا المكان تاريخ رائع. أخبرني به. لا أشعر أني بخير. حسناً، يجب أن أذهب، أراك لاحقاً. هل أنا بمفردي؟ أجل. حمداً لله. بقي القليل وسيصبح وشمك جاهزاً. هذا المكان مخيف. ربما كانت فكرة سيئة. اهدئي، إنه مجرد وشم. أشعر بالخوف. حسناً، انتهيت. تبدو رائعة. يمكنني فعلها، أنا شجاعة. ما الوشم الذي تريدينه؟ ثانية واحدة. هل يمكنني الحصول على هذا الشكل؟ آسفة، لا. لا، لكن لماذا؟
يجب أن يكون عمرك 21 سنة. آسفة، لم أضع هذا القانون. أو حسناً، سأنصرف الآن. هذه فكرة جيدة. حسناً، من التالي؟ هذا ظلم. ضعت وقتي في الانتظار وساح كل مكياجي الآن. إنه أسوأ يوم في حياتي. لم تعاملني بلطف حتى. ها؟ لا أتذكر شراء هذا الجليتر. فعلاً؟ أظن أنه سيساعدني. أحتاج لقص الرسم. سأضعه على ذراعي الآن. حان وقت الغراء. سأوزعه بالفرشاة. انتهيت. حان دور الجليتر. يجب أن أغطيه بالكامل. سأربط على الجليتر حتى يثبت على الغراء. هكذا. والآن وقت النتيجة. إنه رائع. سأنفخ الجليتر الزائد. واو، النتيجة مذهلة. يجب أن ألتقط صوراً له. سأنشرها على إنستغرام. يا ويلي، أمي قادمة. يجب أن أتخلص منه. أوف، إنه لا يزول. أوه بنتي العزيزة، هل ساعدتني في التنظيف؟ طبعاً، أحبك يا أمي. أوف، نفثت بجلدي. مياه ساخنة بما يكفي الآن، لذا يمكنني إعداد حسائي. كنت أتطلع لهذا طوال اليوم. هذا رائع ومريح. والآن لنرى ما يعرض على التلفاز لأشاهده. سأشرب شيئاً آخر. مرحباً جميعاً، اليوم سأريكم منزلي الجديد. تعالوا معي. هذه غرفة الحفلات، بها مشغل أغاني لمدة 24 ساعة في اليوم. مشغل أغاني؟ أراهن أن هذا ممتع جداً. ماذا؟ تلفازي يتعطل مجدداً. هيا. هذا مكتبي وحاسوبي الجديد وعجلة الألعاب. هذا صحيح، أنا الأفضل. حين أحتاج إلى الاسترخاء من يوم مزدحم، أحب الاستحمام. واو، إنه ساخن. وحين أستعد للخلود إلى النوم، أغطي نفسي بأموالي فحسب. يا رجل، علي التوقف عن مشاهدة هذا. ليت حياتي كانت مترفة هكذا. والآن أحتاج إلى تنظيف نفسي لأنني مغطى بالحساء. ليت لدي قنابل الحمام الممتعة التي تصدر فقاعات. علي فرك جسدي بهذه الإسفنجة القاسية. يا رجل، والآن أسقطت صابوني أيضاً. حسناً، أين صابوني؟ ها هو، عد إلى هنا. لا يمكنني التوقف عن التفكير في قنابل الاستحمام الملونة. مهلا اللحظة، أعتقد أن لدي فكرة. حسناً، سأبدأ بوعاء فارغ، ثم سأملأه بصودا الخبز. سأسكب القليل في الوعاء، يكفي هذا. سأضيف حمض الستريك أيضاً، ثم زيت جوز الهند. هذا رأي دائماً. حان وقت خفق كل هذا معاً بمفاقي الموثوق. كل هذا المسحوق يندمج معاً. ها نحن ذا، لدي وعائي الكبير ومجموعة من الأوعية الصغيرة. أحتاج إلى بعض الألوان أيضاً، لأنني أريدها أن تكون جميلة. طعب مجزها، علي مواصلة التقليب. حان وقت صينية السيليكون. لا يمكنني نسيان الوعاء الأبيض الكبير. سيحصل على قالبه الخاص. سأنقل هذا المسحوق بهذه الملعقة إلى القالب. حسناً، والآن سأضيف القليل من الألوان، ثم علي تغطيته بالمزيد من المسحوق الأبيض. هذا جيد، والآن سأضع المزيد، ثم سأنثر الرذاذ المطهر فوقه لكي يجف. والآن يمكنني إخراجها من القالب. حسناً، والآن أنا مستعد لاستخدام قنبلة الاستحمام على شكل سحاب. وقنبلتي أفضل لأنني صنعتها بنفسي. حان وقت غمرها في الماء. ها هي الفقاعات والرغوة. انظروا، ظهرت ألوان قوس قزح. كل هذه الألوان تسعدني. يسرني أنني سكبت حسائي. يا له من يوم رائع. يجب أن أنهي هذا الواجب قبل الفسحة. واو، تبدو آني مذهلة اليوم. واو آني، شعرك المموج مذهل. شكراً، لقد أردت تجربة تسريحة جديدة. أوه، شعر آني مميز. هذه التسريحة مناسبة لك تماماً يا آني. أوه، توقف، أنت تعاكسني الآن. شعري ناعم وممل كالعادة. لحظة، أظن أن القلم قد يساعد على تغيير مظهره. سألف شعري حول القلم وأنتظر قليلاً. انتهيت. أظن أن هذه الطريقة لم تنجح. شعري ميؤوس منه. أوه، من الأفضل أن أعود للدراسة. حسناً، سأبدأ بتدوين الملاحظات.
تباً، قلمي لا يعمل، سأنفخ عليه حتى يعود للعمل. المعذرة، هل لديك قلم يمكنني استعارته؟ المعذرة، هذا الوحيد معي. إيفا، هل يمكنني استعارة قلمك؟ تبدين حزينة. أنا حزينة لأن شعري ممل. هذا سبب حزنك؟ يمكنني مساعدتك. انظري، خذي خصلة من شعرك. سأستخدم إصبعين للف الخصلة حولهما، ثم سأسحب الطرف من الحلقة هكذا. بعد ذلك سأسحبه للأسفل حتى تثبت الخصلة. أوه، تبدو الطريقة سهلة. لا أستطيع الانتظار لرؤية الخصلة المموجة. توقفي، لا تفكيها بعد. يجب أن تنتظري لدقيقة واحدة على الأقل. حاضر، سأعد الثواني. حسناً، يمكنك فكها الآن. واو، لا أصدق أن الطريقة نجحت. يمكنني الحصول الآن على شعر مجعد ومميز. إيفا، يبدو الشعر المجعد رائعاً عليك. شكراً يا آني، الفضل يعود لك. العفو يا صديقتي. حال الآن وقت العودة للمغازلة. لحظة، أين ذهب؟ أوه، لابد أنك تمزح معي. لقد توقعت ذلك. لم تكن ستحصل على هذا الشعر بدوني. عجباً، يا له من نوم هانئ. ها هي وجبتي الخفيفة من منتصف الليل. أوه، هل هو اليوم؟ كلا، لقد تأخرت. علي الإسراع. على الهول، شعري دهني للغاية. هذا ليس مظهراً جيداً. ما تلك الرائحة؟ يبدو أن علي غسل شعري. مهلاً، ألا ينبغي أن يكون هناك ماء؟ أيها الماء، أعلم أنك هناك. ماذا سأفعل الآن؟ ربما أستخدم بودرة التلك. سأنثرها فوق شعري ثم سأفركها فيه. نجحت تماماً. لقد تخلصت بودرة التلك من المظهر الدهني. يبدو شعري وكأنه مغسول، والآن أنا مستعدة لالتقاط صورتي. هات هات شو؟ كوركت. حسناً، علي الذهاب. سأفحص هاتفي. أوه، هاتفي يرن. يا لوسامة، إنه فارس أحلامي. طبعاً، يمكنك استعارته. هل تقصدين فستان سارة الأسود؟ أوه، تركت حقيبة مكياجها هناك. إنها فرصتي. أوه، يجب أن أهرب. ها هو. يا إلهي، يجب أن أفعل شيئاً. أين هو؟ ها هو، سيمنحني مظهراً رائعاً. هذا جيد، أبدو مثالية الآن. سأسدل شعري وأهزه قليلاً. يا، التصق بشفتي. لا أعرف، ربما ينقصني شيء. هل يجب أن أستخدم هذه البودرة؟ أجل، أظن ذلك. القليل فقط، إنها خفيفة. سأوزعها بلطف على شفتي. وانتهيت، سأعيدها للحقيبة. إنها فرصتي. أوه واو، شفتاك. أجل، حانت اللحظة. أنتما توقفا، سرقتي مكياجي. عودي هنا. أوه، البنات مخيفات أحياناً. مهما كان مكياجك رائعاً، تعديله خلال اليوم أمر مهم. لوح المكياج هذا كبير. هل يوجد مكان لفرش المكياج؟ لا يمكن أن أنسى فرشة شعري. وقارورة الماء لا غنى عنها. هذا جيد. هل بقيت أي مساحة إضافية في الحقيبة؟ بالكاد تتسع لأغراضي. هل توجد حقيبة أكبر يمكنني استعمالها؟
أريد وضع هذا الشيء الصغير فقط. مهلاً، انظري لأعواد تنظيف الأذن هذه. للي، هل يمكنني استعارة بعض أعواد الأذن؟ شكراً، إنها الحل المثالي لمشكلتي. لماذا تحملين علبة مكياج؟ إن كان عود تنظيف الأذن قادراً على حمل مكياجك، ضعي طرف العود في مخ العيوب، وحالما تحصلين على كمية جيدة ضعيه في كيس صغير حتى لا يجف مخ العيوب. لا تنسي إغلاق الكيس بإحكام. أنت الآن جاهزة، يمكن وضع هذا الكيس الصغير في أي مكان حتى الجيوب الصغيرة. سأغادر الآن. وداعا يا للي، ما هذه الفوضى الكبيرة؟ بحق غيابتي. لا شيء يضاهي قضاء يوم صيفي بجوار المسبح. كنت أنسى وضع هذا الشيء. القليل فقط، وسأتفوق على الشمس في اللمعان. هل توجد فتاة لا تحب لبشرتها أن تلمع؟ يا سلام، لا أذهب لأي مكان بدون هذا المنتج. كان الإمساك بها صعبا. انظر لهذا الجمال، تستحق مقاطعة المباراة. لو سمحت، أنت تحجب الشمس عني. واو، لا عجب أنك توقفت عن اللعب. مرحبا، هناك فتاة جميلة أخرى هنا. حقا؟ هل أنا غير مرئية؟ لماذا لا يتحدث إلي أحد؟ سأريك السر هنا. أولاً ستحتاجين زيت أصفر وملمع برونزر. أقصد القليل من البرونزر بودي آيس كريم وأضيفيه لعلبة الزيت. هل ترينه يغوص في الزيت؟ بعد ذلك أحضري بعض بريق الجلاتر واسكبيه في العبوة مباشرة. هذا هو اللمعان المطلوب. الغطاء واحكمي إغلاق العبوة، ثم رجيها جيدا. ألا يبدو رائعا؟ افرك القليل منه على جلدك وستصبحين لامعة وبراقة. شكرا على مشاركته معي. لقد بلأنا قرورتك بالماء يا لي. من هذه الفتاة؟ أنت أجمل فتاة رأيتها في حياتي. نعم، تعمل هذه الحيلة كالسحر. هذه الفرشاة الجديدة رائعة وتجعل شعري لامعا. انظري إلى جمال شعري. أليس رائعا؟ مثل الإعلانات. ممتاز، أنا مستعدة للخروج الآن. واو، شعر آني مذهل. أتمنى لو كان شعري مثلها. حسنا، لقد غادرت. سأستخدم فرشاتها. لم أحصل على النتيجة المتوقعة. سأخلع هذه الربطة. هذا ظلم، أريد أن يبدو شعري مثل شعرها. لحظة، خطرت لي فكرة. ستنجح بلا شك. حسناً، سأرفع شعري هكذا. يجب أن أتأكد من أن الربطة محكمة. حسناً، انتهيت من هذا الجزء. سأبعده عن طريقي. سألف الآن بقية شعري كما فعلت مع الجزء العلوي. يجب أن أربطه بإحكام. انتهيت، سأنتقل للخطوة التالية. سيغطي الجزء العلوي ربطة الجزء السفلي. لن يبدو شعري فوضوياً. تبدو مثل تسريحة ذيل حصان واحدة. حان وقت استخدام فرشاة آني مرة أخرى للحصول على لمعة إضافية. واو، إيفا، يبدو شعرك مذهلا. شكرا يا آني، ناعم ومرتب مثل شعرك. عمل رائع يا إيفا. أعلم أنها استخدمت فرشاتي دون استبان. أنا متعب، لكن ما زال أمامي عمل كثير أنجزه. من الجيد أن ما زال لدي قهوة. يا للهول، ربما أخذ غفوة صغيرة سريعة.
حان الوقت لوضع المكياج قبل المدرسة. أحضرت أدواتي ومرآتي. ماذا؟ هابي استيقظ. يلا الهول، كنت متعبا جدا. ماذا؟ هناك أشياء على وجهك، انظر. أترى؟ ما هذا؟ دعيني أزيل هذا. انظري إلى تلك الهالات تحت عيني، أبدو مريعا. حسنا، ربما يساعد هذا. كلا، ربما ذلك. مهلا، أعرف ما قد يساعد. تعال إلى هنا يا نبات الألوفيرا. أتظنين حقا أنه سينجح؟ سيفعل. أولا أحتاج إلى فتح ورقة. تضع الهلام والمكونات المفيدة في الخلاط، ثم سأضيف الماء أيضا. لابد أن يكون ذلك كافيا. ثم سأخرج ورقة النبات. حان وقت خلط الهلام والماء. هذا جيد، سأحتاج إلى حاوية. الآن يمكنني صبه عبر ذلك الثقب الصغير. سأتوقف الآن، لا أريد أن أملأها كثيرا. حسناً، سأضعها في المجمد وسأمهل الخليط عدة دقائق ليجمد. أتساءل عما علي فعله اليوم أيضاً. أعتقد أن ذلك يكفي، إنه جاهز للاستخدام. ها قد أتيت يا أبي، انظر ماذا صنعت لك. جل الألوفيرا المجمد، تفضل خذ. عليك تمريره على عينيك، لا تتوقف، فإنه ينجح. ها هو، أرأيت؟ علاج للهالات الداكنة. يا للروعة، هذا مدهش جدا. علي استخدامه على عيني الأخرى. أحب ملمسه البارد على بشرتي أيضا. لا أصدق أنك فعلت هذا بتلك السهولة. لقد أنقذتني اليوم يا صغيرة. علي الانطلاق. آسف أني تأخرت، كيف تسير الأمور؟ بصعوبة، لم أنم منذ أيام، مظهري مريع. عليك تجربة ذلك إذن. صنعته لي ابنتي، دعني أريك. عليك تمريره أسفل عينيك. يا للروعة، ملمسه مذهل. شكرا على ذلك، سأفعل كما قلت. على الرحب والسعة. عجبا، انظروا إلى تصفيفات الشعر هذا، أحببتها. يمكنني الاستفادة من مظهر جديد، لكن ماذا؟ لنجرب شيئا جديدا. أحتاج إلى المقص، ها أنا ذا. كوني شجاعة، إنه مجرد شعر. كلا، لم أكن لأفعل هذا لو كنت مكانك. ثقي بي، تعلمت هذا بطريقة صعبة. أعطيني المقص. كان ذلك وشيكا، لن أحظى بتصفيفة شعر جديدة أبدا. أم ربما سأفعل؟ أظن أن لدي فكرة. سأستخدم رباط الشعر هذا لربط شعري، ثم سأسحبه للمقدمة، ثم سأضفر بقية شعري. سيبدو هذا رائعا. كدت أنتهي، ها قد انتهيت من المؤخرة. والآن سأفصل شعري من الأعلى وسأضع الضفيرة وسأسحبها كلها. والآن الغرة. سأستخدم آلة كي الشعر لإصلاح مظهرها. القليل من الحرارة ستعدلها تماما، ثم سأفصلهم. تبدو رائعة، ينبغي أن أكون في مجلة. ماذا فعلت بشعرك؟ لا أفهم، ما زال المقص معي. أنا مصففة شعر بارعة فحسب.